اليوم الاحد الان متعادله 0 مقابل 0. احمد البخيت كره اخرى من جديد الى امجد عبد الله. امجد يحاول الدخول للبوكس يرفع الكره على القابله والجول. جول 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 ممتاز ممتاز. التمهيد كان من امجد عبد الله في هذه الكره والمحاوله بالنسبه لنادي السيليا. راشد مبخوت يتمكن من افتتاح النتيجه للسيليا والهدف المباراه هدف مقابل صفر كنتيجه وثمار المجهودات التي بذلها منذ البدايه. 1-0 مستحقه النجاعه التهديفيه الحاليه بالنسبه لنادي السيليه بعد كوره كانت مخدومه مليح وخاصه التمهيد من امجد عبد الله. 1-0 نتيجه قد تتغير بعديد المعطيات بالنسبه لمباراة اليوم. جيد من عبد الله خالد مرة أخرى. تبقى الهجمة وتبقى الكرة والمحاولة للدخول في المنطقة للتوزيع التمهيد. جول هدف ثاني لعلي الصاصي على يعلو بنادي السيلية للهدف الثاني ولتحقيق 3 نقاط في هذه المباراة. علي الصاصي بهذه الكيفية يتمكن من تسجيل الهدف الثاني. طلب كرة على راشد الراجدي تقريبا تسرب من الرواق الأيمن. التمهيد وعلى الأساسي بسهولة يتمكن من إلاج الكرة للشباك والثاني هدف الشوايين في توقيت 38 دقيقة. 4 دقائق فقط بين الهدف الأول والهدف الثاني. يترجم نادي السيلية الى حد الان الفرص السانحه للتهديف منذ عبد الله الفيحاني من محمود احمد. انتظار ترقب عبد الله يسجل هدف الثالث. هدف ثالث لنادي السيلية. الامضاء والتوقيع لعبد الله حمد الفيحاني في الدقيقه 50 من المباراه. 5 دقائق في الشوط الثاني. 3 اهداف من ركله جزاء. 3-0 لنادي السيلية امام الرهيب في هذا الأسبوع 19 من دوري تحت 23 سنة من ركلة جزاء بعد كرة كانت ملعوبة من علي الصاصي لراشد المبخوت الراجدي وعبد الحميد عناد عديري يرتكب المحظور في منطقة الجزاء وبنجاح نفذها عبد الله حمد.